أهلا بحضراتكم مرة تانية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية. وجه سيادة الرئيس بتطوير منطقة شق التعبان بشكل شامل وتحويلها إلى مدينة رخام وجرانيت صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي. كمان امبارح سيادة الرئيس عقد اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي في توشكا. وجه سيادته بإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا وتطوير نظم الري والوسائل الزراعية اللي تتناسب مع طبيعة المنطقة. امبارح كمان سيادة الرئيس عقد اجتماع لاستعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص. وجه سيادة الرئيس بإنشاء أكبر مجمع صناعي لإنتاج البولي إيثيلين في الشرق الأوسط، وده لسد احتياجات السوق المحلي من المكونات الصناعية اللي بتدخل في عملية التنمية والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس طه الجمال من القطاع الخاص. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج البولي إيثيلين لسد احتياجات السوق المحلي من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد. وقد اطلع السيد الرئيس على تفاصيل المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والذي من المنتظر أن يساهم في إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في العديد من القطاعات، كقطاع التحول الرقمي من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من كابلات، إلى جانب قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، كما أنه سيوفر حوالي 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية في مبادرة حياة كريمة عوضاً عن استيرادها من الخارج. وسيتكون المجمع الصناعي من 6 مصانع رئيسية في مختلف القطاعات الخاصة بمشتقات البولي إيثيلين، وسيضم 30 خط إنتاج ل1000 منتج مختلف، مما سيسهم في توفير العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد، كما أنه سيكون مطابقاً للمواصفات الأوروبية، وسيتم اعتماد منتجاته دولياً بما يفتح آفاق التصدير خاصة للدول الأفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، لا سيما دول الكوماسا. وسيحتوي أيضاً على قطاع خاص بالتدريب والتعليم الفني، إلى جانب أنه سيتم إنشاؤه في منطقة الصعيد، ومن ثم سيوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الصعيد. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء أركان حرب محمود فكري مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات توشكا. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكا. وقد تم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلاً عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصة ما يتعلق بمحطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وأجهزة الري المحوري وتبطين الترع،
بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والهندسية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي. وقد وجه السيد الرئيس بتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا وتطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة. وقد وجه السيد الرئيس بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى مدينة الرخام والجرانيت، بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئي، مع إيلاء الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من كهرباء ومياه وصرف صحي وتغذية كهربائية وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية. وفي إطار مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، استعرض اللواء وليد أبو المجد مجمل نشاط الجهاز في مختلف القطاعات، خاصة في مجال الأمن الغذائي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بما في ذلك الموقف التنفيذي للمراحل المختلفة لشركة سايلو فودز والمجازر الآلية المتكاملة، إلى جانب زراعة شتلات القصب، فضلا عن تطوير مجمعي مصانع قها وإدفينا. الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد عدد من مراكز التدريب لجنود القوات المسلحة والمرور على إحدى تشكيلات الدفاع الجوي للإطمئنان على مدى جاهزية والوقوف على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد والمعدات، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الاستعداد والكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة. فريق الألعاب الجوي الكوري الجنوبي وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية، وده لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية في تنفيذ عرض جوي فوق سفح الأهرامات، واللي هيتم بكرة تحت مسمى بيراميدز إير شو 2022. العروض دي بتأتي تأكيدا على عمق علاقات الصداقة والتعاون ما بين مصر وكوريا الجنوبية. كمان امبارح كان في مجموعة مهمة من الأخبار والموضوعات، أبرزها الاجتماع اللي أجراه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة خطط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وكمان متابعة جهود إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، ده غير الجولة اللي قام بيها الدكتور مدبولي امبارح في محافظة البحيرة لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة خطط الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة، وكمان استعراض ما يتم من جهود بشأن إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وأيضاً استعراض خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة الغاز عالمياً وجهود الحكومة لتصدير الفائض لديها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع بمقر الحكومة في العالمين الجديدة لمتابعة موقف خطوات فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قامت ولا تزال ببذل جهود واسعة في هذا الملف لاستكمال خطوات فض التشابكات الحكومية وسداد المستحقات المالية من الوزارات والجهات الحكومية حتى تستطيع الوزارات الوفاء بالتزاماتها المختلفة بما يدعم الاقتصاد الوطني. برضه امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي عدد من ملفات وزارة التعليم العالي ومقترحات تطوير منظومة الطلبة الوافدين ووضع خطة ترويجية للجامعات المصرية لاستقطاب المزيد من الطلاب الوافدين، خاصة إن مصر بقت من المقاصد التعليمية المهمة والجاذبة في المنطقة. امبارح قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية بمحافظة البحيرة لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، وقال رئيس الوزراء إن الجولة بتأتي استكمالاً للجولات التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية علشان متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع وتسريع العمل بالمشروعات لتوفير حياة لائقة لأهالينا رغم كل التداعيات اللي بتواجهها الدولة المصرية جراء الأزمة العالمية الراهنة.
وزارة الداخلية نشرت فيديو امبارح عن ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة في الإسماعيلية، وكمان ضبط مصنع لتصنيع التامول والكبتاجون في الشرقية. حرب شرسة تخوضها أجهزة وزارة الداخلية ضد تجار ومروجي المواد المخدرة لحماية المجتمع من تداعياتها السلبية، استطاعت خلالها أن تحقق نتائج إيجابية. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وإعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين بنطاق محافظة الإسماعيلية. على الفور وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الإدارة وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة فايد، اتخذها عناصر التشكيل وكرا لتصنيع وتخزين المواد المخدرة والترويج. أسفرت عمليات التفتيش والتمشيط للمزرعة المستهدفة عن كشف عدد من المخازن السرية للمواد المخدرة بداخلها قرابة طن من مخدر الحشيش المعبأ داخل أجولة، فضلاً عن ضبط أكثر من 243 كيلوغرام من مخدر الهيروين و14 كيلوغرام من مخدر الأفيون. كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من المواد الخام والمكابس والقوالب التي تستخدم في عمليات إعادة تدوير وتصنيع مخدر الهيروين، وعثر بالمخازن على 9 بنادق آلية وطبنجة وأكثر من 1000 طلقة نارية مختلفة الأعيرة. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 110 مليون جنيه. ومع تواصل ضربات الإدارة ضد تجار ومصنعي المواد المخدرة، استهدفت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الشرقية إحدى البؤر الإجرامية لتصنيع المواد المخدرة بالعاشر من رمضان، والتي يتخذها بعض العناصر الإجرامية وكرا لتصنيع عقاري التامول والكبتاجون. وتمكنت من ضبط قرابة 300 ألف قرص مخدر لهذين العقارين وكذا المواد والأدوات المستخدمة في التصنيع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 17 مليون جنيه. هذه الضربات الأمنية الناجحة تسهم في تجفيف منابع المواد المخدرة بما يحمي الشباب من الوقوع في براثن الإدمان. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. وفي جولة المحافظات معنا النهاردة مجموعة من الأخبار المهمة زي تدشين مشروع كورنيش جديد في شبين الكوم على غرار ممشى أهل مصر، وكمان افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنيا، ورصف وتطوير 528 شارع في الغربية، وأخبار تانية كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح، أبرزها تدشين مشروع كورنيش جديد بمدينة شبين الكوم، واللي هيتم تنفيذه بداية من كوبري مبارك ولحد نادي التجارة، وهيكون على غرار ممشى أهل مصر. في كفر الشيخ قال المحافظ اللواء جمال نور الدين إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والتوسعات وأعمال التجديد والإحلال، خاصة في قطاع الكهرباء، لتحسين الخدمة للمشتركين وتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة. وقال كمان إنه تم تنفيذ خطة لتحسين الجهد ورفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة مليون جنيه.
في القليوبية قرر المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021-2022 علشان يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 215 درجة بدلاً من 222 درجة، ده غير الموافقة على فتح فصول خدمات للصف الأول الثانوي بمجموع 190 درجة. في إنا شهد اللواء أشرف الداودي محافظ إنا تسليم دفعة جديدة من محاضر استلام أراضي مدينة الأمل بمركز نجع حمادي للمستحقين بعدد 88 قطعة جديدة. في البحيرة وصلت قافلة طبية كبرى من جامعة طنطا لمدينة وادي النطرون لتقديم الرعاية الطبية للمرضى. القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الإسكندرية شهد المحافظ اللواء محمد الشريف حفل تخريج 10 دفعات من مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب وتأهيل الشباب، واللي بتأتي تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة. امبارح استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في زيارته للمحافظة، واللي استهدفت تفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكمان افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة المنيا. في الغربية قال المحافظ الدكتور طارق رحمي إن المحافظة قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة من خلال رصف 363 شارع وطريق بطول 303 كيلومتر خلال السنتين اللي فاتوا، ودلوقتي بيتم رصف وتطوير 165 شارع وطريق بطول 123 كيلومتر.